يخرج المهدي عليه السلام في زمن كثرت فيه الفتن وعم الفساد وغلب الشر واشتد الكرب وعظمة البلايا، فهو رجل من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأها عدلا كما ملئت جورا. قيل: والمهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، أي إنه من نسل الحسن والحسين رضي الله عنهما. فيظهر المهدي عليه السلام فيملأ الأرض عدلا كأنها لم تر عدلا من قبل، ويحكم بشريعة الإسلام، ويستغيث به الناس في كل شيء، فيلجأ إلى الله عز وجل مستعينا مؤمنا متوكلا، ويحارب قوى الشر والشرك والفساد والمشركين والمفسدين، فينصره الله عز وجل، فينتشر العدل حينها، وتخرج الأرض بركتها، وتنزل السماء ماءها، حتى يطلب من يقبل المال فلا يقبله أحد، وتظل الأرض في حكمه إلى أن ينزل الله عز وجل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وللأمانة مشاهدينا وللتحذير، فهناك رواية مشهورة ومنتشرة في هذا الصدد حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله بأنها موضوعة، وذكرها في السلسلة الضعيفة. تقول هذه الرواية: يخرج المهدي على رأسه ملك ينادي إن هذا المهدي فاتبعوه، فإنها رواية موضوعة لا تصح نسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إن المهدي يشبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مظهره وشكله.